حدث مر عليه وقت وكانت الأزمة في بدايتها، الآن جاءت لنا فرصة أن نصحح الأوضاع. أنا أقصد لم تكن القمة في قطر ليمتنعوا، كانت لدى دولة محايدة تلعب دور الوسيط. بس كانت الأزمة في بدايتها، يعني كان الجرح مازال ساخن كما يقال. الجرح الذي يعاني منه أكثر شيء هم القطريون الذين يتعرضون لهذه المسألة. الأمر الآخر، كيف ينبغي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن يذهب إلى الرياض التي تحاصر شعبه ويترك شعبه محاصرا ويذهب إلى الرياض؟ يعني لو كانت هناك بوادر